ماكلتي اكيد هذه هي الفقره اللحظه اللي غنفتحوا فيها باب كبير وهي التغذيه عند الرضيع مع السيده فاتن العربي اخصائيه في الحميه والتغذيه. صباح الخير استاذه فاتن. صباح الخير. صباح الخير. مزيانه نشطه نشطين الحمد لله. مرحبا لاله فاتن. مرحبا. اذا لاله فاتن حنا كنعرفوا يعني الامهات كلهم كتجمعهم واحد الحيره ديال التغذيه في الشهور الاولى يعني من بعد ربع شهور ولا من بعد ست شهور وهذا كيوقع بعد واحد الخلط ما بين واش نبدا الولد الماكله في ربع شهور ولا نبدا ليه في ست شهور. كيوقع واحد الخلط وكيفاش نبدا ليه الماكله يعني كاين مجموعه ديال الاذواق تبارك الله ومجموعه ديال الخضر والفواكه وكل حاجه خاصنا ندوقوه منها وكل حاجه خاصو يتعرف عليها وكل حاجه خاصو يبغيها هذا هو الهدف ديال الامهات كلشي خاصو ياكلو فكيفاش استاذه فاتن نسهلوا هذه الماموريه على كل الامهات. فكما كنعرفوا ان ملي كندخلوا يعني الاكل الاطعمه للطفل هي المرحله ديال التنوع الغذائي. التنوع الغذائي ملي كيدخل الطفل يعني الشهر السادس. نعم هاد ستة أشهر متفقين عليها كل العلماء كل الأطباء. نعم الجمعية يعني المنظمة العالمية للصحة كلشي كنهضروا على هاد ست شهور. نعم علاش هنا ست شهور كتكون هاد المرحلة هادي الجهاز الهضمي ديال الطفل والأنزيمات الهضمية جاهزة لاستقبال الأطعمة. اكتملت. نعم كاين اللي كيبدا من ربع شهور كيقول لك ولدي رضع يعني الحليب ديال الفارماسيان غنبدا ليه من ربع شهور يمكن الوليدات اللي كيكملوا بالرضاعه الطبيعيه هما اللي كنبداو ليهم ست شهور. لا باش نوضحوا هذه المساله. لا فالمساله ديال ست شهور هي متفق عليها. نعم. يعني كما قلنا هي المنظمه العالميه للصحه كتعطينا السن وماشي السن كنختاروه غير هكا. يعني قلنا بان الجهاز الهضمي كيكون يعني جاهز للاستقبال مكتمل. غير هو الا دخلنا قبل الاطعمه قبل هذا السن هذا يقدر يعطينا مجموعه من يعطينا الامراض الاسهال الحساسيه الغذائيه. كذلك الوزن كيكون غير كافي وحتى كيأثر على الكبار باش كيضروا مجموعه من الامراض مثل السمنه السكري وغيرها. ولا اخرنا عاوتاني التنوع الغذائي يعني السن ديال التنوع الغذائي فكيكون عندنا واحد لو غوطار يعني تاخر في النمو. هذا يعني ضروري هذا السن ديال فاش كيدخل الطفل ديالنا لست شهور. يعني هذه المرحله من بعد ست شهور شنو البدايات كيفاش نبداو؟ المرحله كيدوز من يعني المرحله اللي كياخذ فيها غير الحليب للتنوع الغذائي وحتى حتى الوليدات اللي كياخذوا يعني كانت من قبل ست شهور عندهم يعني رضاعه طبيعيه فكيكونوا كيجي التنوع الغذائي كيجي اسهل لان كيكون ذوق يعني الاطعمه في الحليب ديال الام ديالو. تماما. كيكون فاش كتكون يعني كتكون هذه المرحله اسهل. فكاين مجموعه ديال القواعد. اول حاجه فاش كنبغيو ندخلوا الطعام كندخلوه من مور الحصه ديال الرضاعه الاول. وعاد من بعد كنعطيوها من بعد رضعتها كيولف الطفل يعني داك الماده الغذائيه اللي دخلناها جديده. كنحاول اننا ندخلوا يعني المواد الغذائيه وحده بوحده يكون ما بيناتهم ثلاث ايام حتى لاربع ايام. علاش؟ باش كنطوروا الذوق ديال الطفل وكنلاحظوا واش هذيك الماده الغذائيه كدارت لنا حساسيه او لا كيكون عندنا الوقت باش اننا نقدروا نحسموا. كنبداو بكميات اللي كتكون صغيره وعاد كنبداو نطلعوا في الكميه ما نحاولوش اننا يعني نبثوا على الطفل ماده غذائيه نحاولوا نقدموها ليه مجموعه ديال الاشكال ونقدروا نخلطوها مع مواد غذائيه اخرى. نعم بالنسبه لاكونسيستون ملي كنتكلموا على الاشكال يعني واش الوليد في ست شهور واش يميز ما بين الشكل والشكل كيقدر يميز هذه المساله هذه يعني القبول والماكله واش يقدر يميز ما بين راه حطات ليه في طبسيل الاحمر ولا حطات ليه في طبسيل الخضر ولا واش كاين هذا التمييز هذا؟ كاين تمييز حتى في الذوق وفي الطريقه ديال الطبخ. يعني هذا هو طريقه التحضير. يعني بعض المرات كنجرب مثلا الجزر بوحديته ملي كنخلطو مثلا مع بطاطا ولا كنخلطو مع حاجه واحده اخرى كيتقبلوا اكثر. نعم بالنسبه لا كونسيستونس كنبداو ديما بسميلي كده يعني اون سوب ولا لا بيوري ولا هذا. من بعد كندوز الخضار اللي كتكون مبعوثه بالمعلقه يعني هذا ومن بعد كندوز انها تكون مقطعه طريفات صغار. الحاجه اللي كنتفاداوها في هذه المرحله يعني يكون داك يعني المصبرات الحاجه اللي كتكون والمأكولات الجاهزه اللي نقدروا نوجدوا فيها مجموعه ديال المواد المضافه الملونه تقدر دير لنا حساسيه. لو نتابعوا الاضافه ديال الملح وديال السكر نحاول اننا ما نديروش للطفل يعني يتولف يعني الذوق الطبيعي للاطعمه ونتفاداو نستعملوا البيبرون
نستعملوا ديما في هذه المرحله الكاس المعلقه تماما. هذا يعني كيكون احسن. ونبداو ديما بالخضر اللي هي كتكون بسيطه بحال البطاطا بحال الكرعال الجزر الموز يعني التفاح الاجداد هذو كلهم يعني سهلين في الهضم وسهلين حتى في الهضم. نعم والفواكه خصها تكون ديما تكون طايبه مزيان ولا نقدروا نديروها على شكل كومبوت يعني طايبه شويه في الماء ولكن بلا ما نضيفوا السكر ونتفاداو كاع يعني الفواكه اللي كتكون فواكه استوائيه بحال دابا الكيوي ما كندخلوه حتى لسانه يعني ما نقدروش نعطيوه قبل من هذا الشيء. نعم ان النشويات والحبوب خصها ديما تكون بدون جلوتين يعني في البدايه نبداو زعما بالروز البطاطا البطاطا حلوه نقدر نعطيو هادو الطفل اللحوم كنبداو ديما ب 10 ديال الغرام يعني طريف صغير اللحوم تكون قليله في الدسام بحال دابا اللحم ديال البقر يعني البصل اللي ما يدماش دجاج وكنوصلو حتى 30 غرام يعني في سنتين. الدهون ديما معلقه صغيره يعني في اليوم نحاولوا نستعملوا الزيوت اللي تكون نباتيه اللي كما قلنا فيها زيت العود زيت البلديه مهمه زيت البلديه زيت ارغان يعني الزبده ممكن الزبده ممكن نستعملوها يعني من باب التنويع يعني مرة نقدر نستعملوها يعني المذاق. بالنسبه للاسماك ديما كندخلوها 7 شهور وكنبداو بالسمك اللي هو قليل الدسم يعني كما كنعيطوا يعني الحوت الابيض يعني ماغلون سول ولكن الاطفال اللي كيكونوا معرضين للحساسيه اكثر ما كندخلوا الاسماك حتى لسانه والاسماك اللي هي دسمه مثل السردين كندخلوها حتى لتسع شهور فواكه البحر ما بين سنتين حتى ثلاث سنوات القطنيه حتى هي كتكون ما بين سنتين حتى ثلاثه ديال السنوات لي فخوي اللي كيكون فيهم فخوي اكوك يعني بحال دابا بحال اللوز القرقاع وداك الشيء حتى السنه الرابعه باش كنتفاداو المساله ديال الحساسيه. البيض اللي هو حتى هو كنبداو في 7 شهور يعني غير صفر ديال البيض اما البيض كنعطيو حتى لسنه كنبداو بكميات اللي هي قلال طبعا على ود يعني الحساسيه ونتابعوا واحد المساله اللي هي مهمه الحليب ما يكونش عندنا قل من 500 يعني نص لتر في اليوم. نعم ما يكونش عندنا يعني قل من هذا بالاضافه لحليب الام بالاضافه لحليب الام اذا كان حليب الام مزيان يعني كنحافظوا على الرضاعه اييه اذا كان يعني الطفل عنده واحد النوع ديال من غير رضاعه طبيعيه خصنا نحافظوا على هذاك نصف لتر. اما المراه اللي كتعطي لولدها يعني رضاعه طبيعيه فهي تستمر في الرضاعه الطبيعيه ما كاينش مشكل. نعم لانه بين قوسين نفتح واحد القوس لان الامهات كاملين ملي كيشوفوا الوليد تبارك الله طبيب يزيو عمر كتقول لك هذا معيار على انه بصحيحته وهذا خطا يعني بقد ما كنوكلوا الولد ونوكلوه ونزيدوا نوكلوه حتى كيولي في واحد المرحله عمريه كتولي تركب عليه السمنه كيولي معرض اكثر لانه يكون سمين من بعد. هذا غير واحد المساله خصنا نوضحوها لكل الامهات المعيار ماشي هو الغلد ولا يكون عويمر ولكن المعيار ويكون بصحيحته. نعم فلاس بالاخص في السن ديال سنتين فكيكون الطفل كيولي كيعبر على الذوق ديالو كيولي كيتبع يعني العادات الغذائيه ديال العائله ديالو فهادشي علاش خص الاباء خصهم يكونوا يحاولوا انهم يكونوا قدوه وهاد السن هذا ما كيولي الطفل يعني احتياجاته الغذائيه كتقل على قبل. نعم يعني غير نحاول نحافظوا على ثلاثه ديال الوجبات واحد الوجبه ثانويه والطفل ما خصوش يكون عنده يعني واحد الرفض على اكثر من ثلاثه ديال الاطعمه فهذا خطا وما خصوش يعني نقبلوا هذاك الرفض انه ما يجلس في الطبله ياكل مع العائله ديالو انه نقبلوا هذيك الماكله اللي خارج الوجبات هادو كلهم نتيجه على ان التنوع الغذائي يعني داز بواحد الشكل اللي هو غلط ويقدر يعطينا مجموعه من الامراض كما قلت مضاعفات جانبيه يعني سمنه سكري نعم وبالنسبه للكومبوت اللي كيتباعوا في الاسواق الممتازه يعني يستحسن ام نحيدوهم كاع بشكل طبيعي وخاصه ان باش نبغوا نطيبوا مثلا نديروا كومبوت في الدار ما كتاخذ ليناش قل من 10 دقائق. نعم وطبيعي واحد التفيحه ولا واحد لينكاسا يعني اللي الواحد يسلقها ومن بعد يزيد عليها واحد شويه العسل الا كاين ولا شويه سكاكر غير شويه فقط غير باش الوليد يقبلها يكون احسن وامن. غير هو بالنسبه للاطفال اللي باقي ما يعني ما عطيناهمش يعني كاع السكر كنديروا له فاكهه وكنطيبوا بهذيك الشكل وهذا كتكون ديك الحلاوه ديالها بالعكس كتجي زعما يعني طبيعيه وعاديه بلا عاديه. غير بالنسبه للعسل كما قلت بالنسبه للاطفال دابا ما نقدروش ندخلوا يعني العسل قبل من السن ديال سنه
نعم. كاين شي اضافات اخرى استاذه فاتين؟ غير هو الحاجه اللي نشير لها هو ان ديما نحاولوا باش يعني نطوروا الذوق ديال الطفل، ان نحاولوا نشاركوه مجموعه ديال النشاطات ديالنا اللي معلقه بالاطعمه. مثلا التقضيه ديالنا في المارشي ولا السوق، لما معلش ما نديوش الاطفال ديالنا حتى هما بانهم يساهموا في تحضير يعني الاطباق. اننا لكان واحد الماده غذائيه مثلا ما تياكلهاش، يعني بالنسبه للطفل ديال اللي هو داخل المدرسه ولا هذا، نقدروا نشوفوا نلقاو يعني الاصل ديال هذيك الماده الغذائيه ونبحثوا عليها، وهذا باش نشجعوا الطفل انه يحبوها ليه هي. نعم. يعني كاين مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن نديروها باش نسهلوا هذه العمليه ديال التنوع الغذائي. طيب، وبالنسبه يعني للدواره وليزابا، وممكن امتى يدخلوا الكبيده، امتى تدخل؟ من بعد عامين عام ونص؟ لا، بالنسبة للكبده ولا هذا نقدروا نبداو يعني نبداو في يعني من بعد 7 شهور ولا 8 شهور نقدروا نبداو يعني بكميات بحال اللحم، يعني 10 ديال الغرام في البداية وكنوصلوا 30 غرام يعني في السنتين. نعم. والماء اكيد يكون حاضر 100% بلا ما نساوه. طبعا الماء، ونحاولوا حتى ما شرتي لي زابا ما يكونش لي زابا اللي هما مدمين كثير. هذا بالكدا ممكن الدواء. نعم. شكرا لك استاذه فاتي العربي، اخصائيه في الحميه والتغذيه، وشكرا لك على هذه الوقيت. هذا تشرفنا اكيد بحضورك معنا في اللقاء المفتوح. الى اللقاء سيدتي.